أهلا بكم من جديد. انطلق اليوم معرض الخليج للعقار، والذي يعد فرصة يجتمع فيها المطورون العقاريون في مملكة البحرين بنظرائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشارك في المعرض هذا العام 140 عارضا من 19 دولة، مما شأنه أن يدعم الاستثمار المشترك ويساهم في عقد المزيد من الشراكات والصفقات التي تحقق نقلة نوعية في البحرين ودول المجلس. معروضات ومشروعات عقارية متميزة يقدمها 140 عارضا من 19 دولة يشاركون في معرض الخليج للعقار الذي يقام سنويا تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الموقر، ليكون فرصة لتلاقي المطورين العقاريين من مختلف البلدان تحت سقف واحد. ما يميز هذا المعرض طبعا التنوع اللي فيه، تنوع المنتجات، المصانع، مواد البناء، التقنيات الحديثة، أيضا مؤسسات الدولة مثل مؤسسة التطوير العقاري اللي متواجدة اليوم تعرض خدماتها، تبين حجم الاهتمام وحجم الرعاية للتطوير العقاري بشكل عام من خلال الحكومة الموقرة. أشوف هذه المعرض نافذة واسعة من خلالها نشوف المعروض ونتفاعل أيضا مع العارضين ومع المطورين بحيث أن نقدم لهم أيضا ما يناسب الأسواق. هذا المعرض يعد فرصة جيدة لتحقيق المزيد من الشراكات الاستراتيجية والصفقات الكبيرة التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية بين الدول المشاركة. نشاركها كل سنة في معرض الخليج، طبعا هو يعتبر من المعارض المتميزة في مملكة البحرين. هالسنة ما شاء الله كثير من المشاركين الجدد، بعد لاحظنا أن في مطورين، وفي ظل هالأوضاع خلينا نقول بعد في مطورين جاية نازلة بمشاريع جديدة، وهذا شيء جيد بالعكس أنه يشجع الاقتصاد في البحرين، والناس تكون أيضا بعد متفائلة أن العجلة ماشية إن شاء الله. يعني المعرض جذاب للمستثمرين، فبالتالي المطورين الموجودين يستفيدون من وجود الزوار من السعودية، من الكويت، والمستثمرين البحرينيين، فبالتالي فرصة للبيع وللتعارف على احتياجات السوق، بالإضافة نعتبره فرصة للنتوركينج، يعني نتعرف على زملائنا في العمل والشركات الأخرى اللي ممكن احنا نستعين بخدماتهم، وفي نفس الوقت ممكن نتعاون معهم في مشاريع، فبالتالي نعتبر الجو حيوي ومنمي للاقتصاد. قطاع الاستثمار العقاري قطاع مهم ومجدد لواجهة البحرين ككل، وهذا المعرض مهم جدا لتبادل الخبرات وتعارف بين جميع المستثمرين المحليين والزائرين إلى البحرين. معرض الخليج للعقارات له زخم وله ثقل بسبب رعاية سمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان. رعايته لهذا المعرض سنويا تخلي المطورين في تنافس دائم للإبداع عشان نقدم شيء يليق بسموه، لما إيه يشوف الإبداع البحريني على الوجه الخاص بقيادة شبابية بحرينية. القطاع العقاري في مملكة البحرين أصبح غنياً بالكوادر العقارية الوطنية المبدعة التي أثرت حركة التداول العقاري، ويأتي معرض الخليج للعقار السنوي ليسطر تلك الإبداعات. هذا المعرض السنوي يعد فرصة استثمارية جيدة في قطاع العقارات السكنية والتجارية، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين لعقد أفضل الصفقات في هذا القطاع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. في ختام المؤتمر السنوي الأول للجان، وصل المؤتمر إلى 96 توصية جاءت من مناقشة 13 ورقة عمل، حيث تم التصويت من قبل الحضور على هذه التوصيات التي رفعت إلى مجلس إدارة الغرفة لبحثها ودراستها والنظر في إمكانية تحقيقها مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.
على مدار يومين من انعقاد المؤتمر السنوي للجان، استعرض المؤتمر أوراق عمل علها تكون كفيلة في أن تبحث في عدة بنود وقضايا، فالبعض منها كان لابد وأن تجد لها حلولا حتى برزت أولويتها على أجندة هذا المؤتمر، فيما كان البعض منها من أجل تطوير آليات عمل قائمة للنهوض بها على المستوى الاقتصادي. مؤتمر سنوي للجان لأول مرة يحدث في الغرفة، في تاريخ الغرفة، وهذه نهج احنا اتخذناه على أنفسنا من بداية الدورة، أن يكون هناك تواصل مع القاعدة من أعضاء الغرفة، نسمع منهم وعليها نرسم على آرائهم وعلى احتياجاتهم وهواجسهم، احنا نرسم سياساتنا ونشكلها على 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 شكل توصيات. برنامج عمل المؤتمر في يومه الثاني استعرض أوراق عمل تتعلق بلجنة التعليم التي استعرضت جانب السياحة التعليمية في التعليم العالي، إضافة إلى مناقشة موضوع تنوع التدريب المهني. أما لجنة الضيافة والسياحة فركزت في ورقة عملها حول تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات في مملكة البحرين من خلال تشريعات واضحة وعادلة. الورقة الأولى بخصوص السياحة التعليمية، وكانت ورقة متميزة تم خلالها تطرق بأن السياحة التعليمية ومتطلباتها وكل الأشياء اللي ممكن تساعد تكون البحرين يعني مركز ارتكاز لاستقطاب طلبة من خارج البحرين بأعداد كبيرة. قطاع المعارض طبعا كلنا عارفين أنه من أهم القطاعات اللي تهتم فيها مملكة البحرين، لما له أثر إيجابي وقوي على صناعة السياحة. البحرين مهيئة جدا أنها تكون أحد الوجهات الرئيسية في المنطقة لصناعة المعارض والمؤتمرات. بحثنا مع السادة من السوق والعاملين في هذا القطاع ما يخدم مصالحهم، ما يحمي بالواقع هذه الصناعة. في ختام المؤتمر بحثت لجنة الأسواق التجارية موضوع منافسة الأعمال غير المرخصة وتمتعها بأفضلية غير عادلة وتضرر أصحاب السجلات التجارية من ذلك، بينما تتناول لجنة الثروة الغذائية في ورقة عملها معالجة التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع الأغذية. حين تلتقي النخب لصناعة قرار مؤثر وصوت مسموع، ينعقد المؤتمر السنوي للجان لرسم خارطة الطريق لمجتمع مواكب للحياة الاقتصادية. للتلفزيون البحرين إيمان شرف. وإلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع إقفالات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، والبداية مع بورصتنا المحلية، حيث واصل مؤشر البحرين العام التراجع بنسبة 0.31% بإقفال عند مستوى 1438 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا التأمين. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,970,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 700,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 82 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية فقد كانت الإقفالات في أغلبها باللون الأحمر في الاتجاه إلى النزول. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي انقلت بارتفاع بنسبة 0.36% بإقفال عند مستوى 9,227 نقطة، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيسي. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت أيضا على تراجع بنسبة 0.38% بإقفال عند مستوى 6,145 نقطة بتأثير من انخفاض كبير جدا في قطاع التكنولوجيا في تداولات اليوم.
سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.34% بإقفال عند مستوى 5404 نقاط بدعم من تقدم قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. سوق دبي المالية أقفلت على تراجع بنسبة 0.35 وأقفلت عند مستوى 2811 نقطة بسبب تراجع أغلب مؤشرات البورصة، وعلى رأس التراجعات كان قطاع التأمين. أخيرا مسقط الأوراق المالية أقفلت على تراجع بمقدار نصف 0.52% بإقفال عند مستوى 3958 نقطة بتأثير من انخفاض كافة مؤشرات البورصة العمانية. أشار الأمين العام لهيئة المدن السعودية مهند هلال إلى أن الهيئة هي إحدى الأجهزة الحكومية التي تقع تحت منظومة برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وأضاف على هامش مبادرة تحفيز الصناعة في السعودية أن هيئة المدن لديها محاور عديدة أبرزها تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعدد هلال العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع الجهات الداعمة للوصول إلى منظومة متكاملة، منها الوادي الصناعي داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي يقوم باستقطاب المستثمرين. وإلى مصر، حيث قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر إن بلادها تمكنت من خلال الإصلاحات الشاملة من زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 4% على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأوضحت خلال مؤتمر البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموا بمعدل 26%، كما ارتفع عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%. وأشارت نصر إلى إصدار بلادها العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تساهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. عملة بيتكوين تقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها. في تشديد على تطبيق قرار وقف الصادرات النفطية الإيرانية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تمديد إعفاءات صادرات النفط الإيراني لبعض الدول من العقوبات، ويأتي ذلك بمثابة إخبار ل5 دول هي اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين والهند بأنهم لن يعفوا بعد الآن من العقوبات الأمريكية إذا استمروا في استيراد النفط من إيران. وقررت الولايات المتحدة عدم إعفاء أي دولة مجددة من العقوبات المفروضة على إيران في محاولة لإيصال توريد النفط الإيراني إلى معدل الصفر. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قفزت عملة بيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها. وصعدت العملة الافتراضية الأولى والأكبر بما يصل إلى 4.5% في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة لمست ذروتها منذ 18 نوفمبر. وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بيتكوين مثل إثريوم وإكس آر بي. وأرجع المتعاملون والمحللون الارتفاع إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة لقطاع العملات الرقمية.